مرحبا أصدقائي. الكل يعرف شركة علي بابا للتجارة عبر الإنترنت. هذه الشركة تأسست سنة 1999، يعني بعد شركة أمازون. شركة أمازون قبلها بخمس سنوات. أمازون تأسست بسنة 1994. تدري شركة علي بابا كانت أرباحها عام 2013 ضعف أرباح شركة أمازون، واللي قدرت ب 240 مليار دولار أمريكي. احتمال البعض يعتقد أنه هذا الأمر صدفة، لكن بالحقيقة هذا الأمر مخطط له ومدروس من قبل شركة علي بابا من الناحية التسويقية. شوف، شركة علي بابا اعتمدت قانون بالتسويق. هذا القانون يسمى قانون التصنيف. شنو يقول هذا القانون؟ إذا ما تتمكن، إذا لم تتمكن من أن تكون الأول في تصنيف ما، اخلق تصنيفاً جديداً تكون فيه الأول. وهذا اللي طبقته شركة علي بابا. شافت نفسها من الصعب أنه تتغلب أو تتنافس مع أمازون، وحتى ما تقحم نفسها بالتنافس وياها، استغلت عدم وجود محتوى يدعم اللغة الصينية في أمازون لتكون هي الأولى في هذا التصنيف. وهذا اللي خلى الشركة تتفوق لكونها أول من دخل السوق الصيني، يعني استفادت من عنصر اللغة. إذا نجي إلى ستاربكس، على العكس من الكثير من المقاهي اللي تقدم مختلف أنواع المشروبات الباردة والساخنة، إدارة ستاربكس استخدمت هذا القانون. اختارت أن يكون إنتاجها محصور بالقهوة فقط، وهذا القانون كان أحد الأسباب الرئيسية لنجاح ستاربكس. خلينا نروح إلى اليابان، إلى شركة تويوتا اليابانية. الكل يعرف عندما قررت دخول سوق السيارات الفاخرة الغالية واستهداف الأغنياء، ما دخلت السوق باسمها الصريح، لأن اسمها ما يستهدف الأغنياء، اسمها يستهدف الطبقة المتوسطة. ولذلك أطلقت اسم جديد وهو لكزس، وأنشأت له خط إنتاج جديد حتى تحاكي به الأغنياء. علي، عندما تطلق منتج جديد، فأول سؤال اسأل نفسك ما هو تصنيف المنتج الخاص بي، بدل من أن يكون سؤالك لماذا منتجي أفضل من المنتجات الأخرى أو المنتجات المماثلة. تحب تتعرف على الكثير من الأسرار التسويقية الرائعة؟ تابع دكتور هشام نوري الهاشمي وخلي أكمل قراءة الكتاب.